في حالة اتباع الشركة لنظام المخزون المستمر واستخدام طريقة الوارد أخيرا صادر أولا في تحديد تكلفة مخزون آخر المدة وكذلك تحديد تكلفة البضاعة المباعة يتم ذلك على النحو التالي. في 10/8 كما توضح بيانات التمرين السابق ذكره تم شراء 5000 وحدة بتكلفة 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 25,000 ريال. إذا يصبح رصيد المخازن في ذات التاريخ عبارة عن 5000 في 5 ب 25,000 ريال. في 20/8 تم شراء 3000 وحدة بتكلفة للوحدة 6 ريال بإجمالي تكلفة 18,000. إذا يصبح الرصيد في المخازن بعد هذه العملية عبارة عن 5000 وحدة بتكلفة للوحدة 5 ريال، 3000 وحدة بتكلفة للوحدة 6 ريال بإجمالي تكلفة 43,000 ريال. فإذا كان هناك في 22/8 تم بيع 4000 وحدة، السؤال هنا كيف يتم تسعير هذه الكمية المنصرفة من المخازن للبيع في ظل طريقة الوارد أخيرا صادر أولا. كما ذكرنا يتم تسعير المنصرف من المخازن طبقا لهذه الطريقة بسعر آخر كميات وردت للمخازن أو بسعر آخر كميات تم شراؤها إلى أن ننتهي من هذه الكمية، ثم نأخذ بسعر الكمية التي تليها. وعلى ذلك فيتم تسعير 4000 وحدة التي تم صرفها من المخازن للبيع على النحو التالي: 3000 وحدة بسعر 6 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 18، و1000 وحدة بسعر 5 بإجمالي تكلفة 5000 ريال للوحدة. وعلى ذلك يصبح رصيد المخازن بعد هذه الكمية عبارة عن 4000 وحدة بسعر 5 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 20,000 ريال. في 25/8 تم شراء 4000 وحدة بسعر 8 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 32,000 ريال، وعلى ذلك يصبح رصيد المخازن بعد هذه العملية عبارة عن 4000 وحدة بتكلفة 5 ريال للوحدة، و 4000 وحدة أيضا بتكلفة 8 ريال للوحدة بإجمالي تكلفة 52,000 ريال. في 27/8 تم صرف 3000 وحدة من المخازن للبيع ويتم تسعيرها طبقا لهذه الطريقة المستخدمة وهي طريقة الوارد أخيرا صادر أولا بسعر آخر كمية وردت للمخازن وهي 8 ريال للوحدة. إذا يتم حساب تكلفة المنصرف على النحو التالي: 3000 وحدة بتكلفة للوحدة 8 ريال بإجمالي تكلفة 24,000 ريال. وعلى ذلك يصبح رصيد المخازن في نهاية الشهر بعد هذه العملية عبارة عن 4000 وحدة بتكلفة للوحدة 5 ريال و1000 وحدة بتكلفة للوحدة 8 ريال بإجمالي تكلفة 28,000 ريال، وهي تعبر عن تكلفة مخزون آخر الفترة، وأيضا بجمع عمود المبيعات أو الصادر وهو الذي يعبر عن تكلفة البضاعة المباعة. تصبح تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن 7000 وحدة بإجمالي تكلفة 47,000 ريال، وبجمع تكلفة مخزون آخر المدة 28,000 ريال وتكلفة البضاعة المباعة 47,000 ريال، يصبح المجموع 75,000 ريال، وهو يعبر عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع والتي تم توزيعها على كل من تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة.